أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي عن انخفاض معدل التضخم الشهري والسنوي لشهر آذار الماضي، وقال الهنداوي إن هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن مؤشرات التضخم الشهري لشهر آذار الماضي شهدت انخفاضا بنسبة 0.3% مقارنة مع شهر شباط الماضي. وأشار الهنداوي إلى أن التضخم السنوي انخفض هو الآخر بالمقارنة مع شهر آذار من العام الماضي بنسبة 0.8%، مضيفا أن أسباب انخفاض معدل التضخم السنوي تعود إلى انخفاض أغلب الأقسام فيما حافظت بعضها على المعدلات السابقة. قال مجلس محافظة الأنبار إن خسائر المحافظة السنوية تجاوز 3 مليارات دينار بسبب إغلاق الطريق الدولي السريع الذي يربط المحافظة بثلاث دول مجاورة. وقال عضو المجلس محمود الدليمي إن إغلاق الطريق الدولي الذي يربط المحافظة بالعاصمة بغداد ويمتد إلى المنافذ الحدودية مع الأردن وسوريا والسعودية أدى إلى توقف التجارة بين تلك الدول مع العراق وتسبب بخسارة مالية كبيرة. وأضاف الدليمي أن إغلاق الطريق أدى إلى ارتفاع نسب البطالة بسبب تراجع عمل الكثير من الشاحنات والمحال التجارية والأسواق. كشف محافظ العاصمة بغداد عطوان العطواني عن حاجة العاصمة إلى 1,000,000 وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة. وقال العطواني إن المحافظة عقدت اجتماعا موسعا مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، مؤكدا الاتفاق على حسب موضوع الرخص الاستثمارية التي منحت ولم تتم المباشرة بها حتى الآن، لا سيما التي تخص قطاع الإسكان وحل الإشكالات التي تحول دون منحها للمستثمرين. كشفت نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة البصرة انقراض بعض أنواع التمور من المحافظة نتيجة انخفاض أعداد النخيل إلى 1,500,000 نخلة. وبحسب عضو النقابة محمد السلامي فإن أعداد النخيل التي كانت تتجاوز 10 ملايين نخلة قبل نصف قرن انخفضت إلى 1,500,000 نخلة، مشيرا إلى أن البصرة التي كانت تصدر التمور قبل عام 2003 لمختلف دول العالم تستورد اليوم التمور من دول الخليج. وأكد السلامي أن ما حدث لنخيل البصرة يمثل هدرا في الثروة الوطنية، فضلا عن خسارة كبيرة لجمالية المحافظة التي كانت مغطاة بالنخيل حتى وقت قريب. قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية مقداد الياسري إن محافظة ذي قار حققت الاكتفاء الذاتي من 4 محاصيل زراعية بينها الطماطم. وأشار الياسري إلى أن المحافظة رغم شح المياه فيها استطاعت تحقق الاكتفاء الذاتي من الطماطم والخيار والباذنجان، مضيفا أن هناك أكثر من 1,000 بيت بلاستيكي في مناطق قضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية لزراعة تلك المحاصيل، ما سبب وفرة مطلوبة خلال شهري شباط وآذار الماضيين. ودعا الياسري الحكومة في بغداد إلى اعتماد سياسة ثابتة لحماية الإنتاج المحلي وفرض قيود على المنتجات المستوردة التي أثرت بشكل كبير في الإنتاج المحلي. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.